بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي للتعليم الفني الصناعي. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم في بيتنا مدرسة. إن شاء الله النهاردة هنستكمل حلقتنا اللي فاتت اللي هي الخاصة بمراجعة رسم الكورساج الحريمي الخاص بالملابس الحريمي. كنا في حلقتنا اللي فاتت اتكلمنا وعرفنا إيه هي الشروط اللازمة مراعاتها أثناء أخذ القياسات الخاصة بالملابس الحريمي، وعرفنا إن هم 5 شروط لازم نراعيهم: الوقوف باعتدال، الوجه يكون للأمام، الماسورة بتاعتي تكون مظبوطة غير ممطوطة، ربط شريط حوالين الوسط، المحيطات بتاعتي وأنا باخدها تكون موازية لخط الأرض، وفي نفس الوقت الخطوط الرأسية أو الأطوال الرأسية بتكون عمودية على خط الأرض، وهكذا. خدنا برضو المرة اللي فاتت عرفنا إيه هي مفهوم قياسات الملابس، وعرفنا إيه هي الجداول القياسية، وعرفنا برضو إزاي بقدر أطلع المقاسات الخاصة بي من الجدول القياسي سواء كان الدولي أو المحلي، وعرفنا إن في كذا جدول تابع لكل دولة على حسب، وفي الجداول الدولية اللي هي ممكن نستخدمها عامة على جميع الدول. ابتدينا برضو في حلقتنا اللي فاتت ازاي خطوات كده بسيطة في رسم الكورساج الحريمي بناء على مجموعة من القياسات اللي احنا بنحتاجها، كان منها محيط الرقبة، كان منها محيط الصدر، ومحيط الخصر، ومحيط الأرداف، قلنا برضو طول الظهر، الطول الكلي او الطول اللي انا عايز للمنتج بتاعي هيبقى لحد فين، نهايته لحد فين، قلنا طول الجنب او ممكن بنسميه الطول من الخصر للارداف، عرفنا عرض الصدر، عرفنا عرض الظهر، طول الكتف، وهكذا. وابتدينا في خطوات بسيطة نراجعها برضو كده مع بعض. احنا قلنا الكورساج بتاعنا كان بالمنظر ده، ادي القياسات اللي احنا احتجناها وحجم بنسة الصدر كمان. وابتدينا بأول خطوة معانا في الخطوات الأساسية للكورساج، قلنا من نقطة صفر هنرسم خط عمودي وآخر أفقي بدون قياس، وكان موجود معانا بالمنظر ده. حطينا نقطة الصفر بتاعتنا على الشمال، نزلنا منها خط عمودي لأسفل وخط أفقي جهة اليمين بدون قياس. الخطوة اللي بعديها قلنا هنتحرك من صفر الواحد 1.5 سم لأسفل، وما تنسوش ان احنا كنا متفقين على ان المقياس الرسمي اللي احنا هنستخدمه في رسم الملابس الحريمي هو كان المقياس من 1 لـ 4 اللي هو بربع قياس، واتفقنا المرة اللي فاتت ربع قياس يعني اي ناتج من القوانين بتاعتي الرقم اللي بيطلع لازم في الاخر بقسمه على 4. طبعا في مقياس رسم من 1 لـ 2 بقسم على 2، في مقياس رسم من 1 لـ 3 بقسم على 3، وهكذا. بس احنا في المنهج الخاص بينا في سنة ثالثة او سواء كان نظام الـ 3 سنين او الـ 5 سنين، فاحنا مقياس الرسم بتاعنا من 1 لـ 4، الناتج النهائي بتاعي بتاع القانون الرقم ده باخده واقسمه على 4، يعني بيعمل لي الرسمة مصغرة. نشوف كده مع بعض. احنا قلنا من صفر الواحد كان 1.5 الاسفل اللي احنا بعد مقياس الرسم بتاعي وصلت لـ 4 ملي، وكان المنظر بتاعها بالشكل ده. ادي من نقطة صفر نزلت لتحت 4 ملي وشديت خط بالعرض كده صغير جهة اليمين وسميتها نقطة 1. الخطوة اللي كانت بعديها قلنا من 1 لـ 2، قياساتنا بعد كده هتبقى من نقطة 1، فبيقول لي من نقطة 1 لـ 2 عمق الإبط، ده القانون بتاعها، عمق الإبط زائد 0.5 سم. وساعتها قلنا القياسات بتاعتنا لما خدناها كان عمق الإبط 22.5 وزائد النص بقوا 23، بمقياس الرسم بتاعي لما قسمت على 4 طلع لي 5.8 سم. في الرسمة بتاعتي بقيس من نقطة 1، بننسى بقى صفر شوية، بقيس من نقطة 1 لأسفل الرقم اللي احنا لسه قايلين عليه اللي هو 5.8 اللي هو كان عمق الإبط زائد 0.5 سم. وطبعا أي زيادة جنب القانون بتاعي بتبقى أغلبها بتكون للراحة، تمام؟ يبقى أنا لما قلت عمق الإبط زائد 0.5 سم، 0.5 سم ده بيكون للراحة. نشوف الخطوة اللي بعديها، من 1 لـ 5 القانون بتاعها بيقول لي طول الظهر زي ما هو، لا زودت عليه حاجة ولا نقصت حاجة. طول الظهر كان في القياسات كان 41.5 سم، بمقياس الرسم بقى 10.4. اجي هنا في الرسمة بتاعتي رسمنا من نقطة 1 لحد 5 عندي اللي هو كان طول الظهر اللي هو بمقياس الرسم بتاعنا طلع اللي هو 10. الخطوة اللي بعديها من 5 لـ 7
الطول من الخصر للأرداف. الطول من الخصر للأرداف ده احنا قلنا ان هو ليه مسمى تاني، المسمى التاني اللي احنا كلنا عارفينه او المتعارف عليه للناس كلها هو طول الجنب. طول الجنب ده مقاسه من فين لفين؟ قلنا من الخصر اللي هو الوسط الى الأرداف اللي هو اعلى ارتفاع موجود عندي في الجنب. القانون بتاعي هنا بيقول لي هو طول، الطول من الخصر للأرداف، برضو لا مزود عليه حاجة ولا منقص حاجة، فهاخده زي ما هو من القياسات بتاعتي اللي انا اخدت المقاسات بتاعتها 21.5 بمقياس الرسم لما قسمته على 4 بقى 5.4. بصوا كده معايا اهو، من نقطة 5 بقى المرة دي، من نقطة 5 لأسفل، ده اللي هو طول الجنب بتاعي. وبرضو من كل نقطة من اللي انا اخدتها دي اخدت خط عرضي جهة اليمين كان بدون قياس. لحد المرة اللي فاتت او حلقتنا اللي فاتت احنا وقفنا للنقطة دي، لا كان لسه في نقطة كمان اللي هي من 1 لـ10 اللي هي خمس عمق الابط ناقص 7. طيب عمق الابط انا المفترض عليا احل الجزئية الاولانية الاول، اجيب عمق الابط من القياسات اللي انا اخدتها اقسمه على 5، خمسه يعني بقسمه على 5، عمق الابط في القياسات كان 22.5، خمسه يبقى على 5، الناتج اللي يطلع من الاتنين دول اطرح منه بقية القانون اللي هو 7. الناتج النهائي بتاعي كان 3.8، برافو عليكم انتوا فاكرين، بمقياس الرسم هيبقى 1 سنتي، بقيس زي ما انتوا كده شايفين معايا من نقطة 1 لـ10 تحت 1 سنتي اللي هو كان تبع القانون بتاعنا. لحد هنا احنا وقفنا في حلقتنا اللي فاتت كانت في الخطوط الاساسية بتاعتنا. نبدأ النهاردة بقى خطوات جديدة ان شاء الله، نشوف كده مع بعض. بيقول لي من نقطة 2 لـ3، من 2 لـ3 المرة دي بقى احنا هنمشي جهة اليمين، ركزوا معايا، من 2 لـ3 القانون بتاعها ايه؟ بيقول لي نص محيط الصدر زائد 5 سنتي. زي ما انتم فاكرين كده زي المرة اللي فاتت هخلص الجزئية الاولانية من القانون بتاعي واطلع الناتج بتاعه وبعد كده ازود عليها الـ5 سنتي. طيب محيط الصدر كان عندي في القياسات كام؟ قال لي 102، تمام، عايزة نصها يبقى هقسمها على 2، مش هو قايل لي نص محيط الصدر يبقى 102 على 2، الناتج اللي يطلع ازود عليه الـ5 سنتي، بقى الناتج النهائي معايا 56 سنتي. طب الـ56 ده هاخده واحطه زي ما هو؟ لا تمام، برافو عليكم، زي ما قلنا بمقياس الرسم يعني هقسمه على 4 هيطلع لي 14 سنتي. طيب الكلام ده هنرسمه ازاي؟ بصوا كده معايا، من نقطة 2 همشي جهة اليمين، القياس ده هسميه نص محيط الصدر زائد الـ5 سنتي واحط نقطة 3. تعالوا كده نشوف معايا في الخطوات لما نيجي نرسمها كده مع بعض، ادي اهو هقيس جهة اليمين 14 سنتي وهحط نقطة وهسميها رقم 3 من المنظر ده. يبقى كده بقى العرض بتاعي اللي انا ممكن اسميه عرض الباترون بقى نص محيط الصدر زائد 5 بقى بمقياس الرسم عندي 14 سنتي، تمام كده اهو من نقطة 2 لنقطة 3. طيب الخطوة اللي بعديها القانون بتاعي بيقول لي من 7 لـ8، برضو دي هتكون جهة اليمين، من 7 لـ8 نص محيط الأرداف زائد 2.5 سنتي، برضو زي ما اتفقنا أحل الجزء الأولاني من القانون الأول وبعد كده أزود عليه مقدار الراحة اللي هو 2.5. طيب محيط الأرداف كان عندي في القياسات كام؟ قلنا 107، نص محيط الأرداف يبقى 107 على 2، الناتج اللي يطلع هزود عليه 2.5 زي ما هتاخدوا بالكم كده، طلع معايا نفس 56 بمقياس الرسم هيبقى 14. بصوا كده الخطوة معايا مرسومة ازاي، ادي من نقطة 7 لنقطة 8 جهة اليمين اهو، من 7 لـ8 جهة اليمين هتبقى 14 سنتي، وهطلع منها خط عمودي لفوق. نشوف كده مع بعض في الرسمة، ادي اهو 14 سنتي من 7 لـ8 وهسميها هنا رقم 8، وهطلع منها خط عمودي، هطلع منها خط عمودي لفوق، تمام كده زي ما انتوا شايفين معايا، هتواجه معايا نقطة 5 لـ6، تمام، ونقطة 0 اللي موجودة عندي فوق هتبقى قدامها 4، تمام كده. يبقى دي النقط اللي كانت ناقصانا، يبقى 7 بقى قدامها 8 اللي هو القانون بتاعها كان نص محيط الأرداف زائد 2.5،
وخمسة قصادها ستة، اتنين قصادها تلاتة، ونقطة صفر عندي قصادها رقم أربعة. وكده أنا قفلت المستطيل بتاعي أو حدود الكورساج بتاعي زي ما انتوا شايفين كده. ده هنا الإطار الخارجي للكورساج، هيبتدي بقى أشتغل جواه الخطوات بتاعة الكورساج بتاعي. يبقى دي كده الخطوط الأساسية أو الخطوات الأساسية لرسم الكورساج. هنيجي نشوف بقى بعد كده مع بعض خطوات كورساج الخلف، الجزء الخاص زي ما انتوا شايفين معايا كده بالخلف. أول خطوة معايا هتبقى من صفر لتسعة، من صفر لتسعة بالقانون بتاعي بيقول لي خمس محيط الرقبة ناقص اتنين من عشرة، خمس محيط الرقبة ناقص اتنين من عشرة. برضو زي ما احنا متفقين اخلص الجزء بتاعي الاول من القانون وبعد كده اطرح منه الاتنين من عشرة. محيط الرقبة في القياسات عندي كان 40.4، خمسة يبقى هقسمه على الخمسة، الناتج اللي يطلع هطرح منه اتنين من عشرة، طلع الناتج معايا 7.9. 7.9 بمقياس الرسم اللي بقسم على أربعة هيبقى 2 سنتي زي ما انتوا شايفين معايا. طيب الرسمة بتكون ازاي؟ ادي اهو من نقطة صفر همشي جهة اليمين اللي هي لحد نقطة تسعة القانون بتاعي، تمام، وهعمل منها حرف ر صغنن كده زي ما انتوا شايفين على امتداد خط واحد. طب دي هتفيدني في ايه؟ دي كده رسمة الحردة بتاعة رقبة الخلف اهو زي ما كده هتبقوا معايا اهو. هنشوف مع بعض كده الخطوة، هاجي هنا واسميها نقطة تسعة وهعمل منها حرف ر كده صغنن ودي بالنسبة لي هتكون نقطة تسعة اهو، حرف ر كده صغير، تمام. طيب نرجع ونشوف الخطوة اللي بعديها، النقطة من تسعة لحداشر، نقطة تسعة اللي احنا لسه رسمينها لحردة الرقبة الخلفية، صح كده؟ من تسعة لحداشر القانون بتاعي بيقول لي طول الكتف زائد 1 سنتي. طب الواحد سنتي ده بتاع ايه؟ بتاع الراحة؟ لا، بنقول هيبقى خاص ببنسة الكتف اللي هي الخاصة بكتف الخلف، يبقى طول الكتف زائد 1 سنتي. الواحد سنتي ده مش للراحة، ده لبنسة كتف الخلف. طب طول الكتف كان عندي في القياسات كام؟ كان 13 وملي، زائد الواحد بقى 14 وملي، بمقياس الرسم بتاعي بقى 13.5 سنتي، تمام، سوري 3.5 سنتي، يبقى هو كان 14 وملي، بمقياس الرسم بقى 3.5 سنتي، تمام. نيجي نشوف كده الرسمة بتاعتي، ادي نقطة تسعة، تمام، وهميل على امتداد خط 10 لحد ما يساوي معايا زي ما احنا اتفقنا الرقم اللي قلنا عليه اللي فات اللي هو كان 3.5 سنتي، تمام. يبقى نشوف مع بعض كده في الرسمة بتاعتي، هحط الصفر بتاعي لما نيجي نرسم كده مع بعض، هحط الصفر بتاعي عند نقطة تسعة لحد ما يلامس امتداد خط 10 في الرقم اللي احنا قلنا عليه اللي هو كان 3.5 اهو، وهشد الخط كده، تمام، ودي هسميها رقم 11. يبقى ده كده ميل كتف الخلف بتاعي. طيب نشوف مع بعض الخطوة اللي بعديها، نقطة 12، دي نقطة كده لوحديها هنحطها، نقطة 12 طب هنحطها فين؟ بيقول لي دي بتنصف المسافة من 9 ل 11. طب من 9 ل 11 دي احنا كنا لسه راسمينها اللي هو كان كتف الخلف اللي هو كان عندي 14 وملي. طب هو بيقول لي تنصف، معنى كلمة تنصف يعني بتقسمها بالنص، يعني هقسمها على الاتنين، طلعت معايا 7.5، بمقياس الرسم بتاعي لما هقسمها على الأربعة هيطلع عندي 1.8. يبقى أنا عندي كده، نشوف مع بعض كده الرسمة أهي، أدي طول الكتف عندي اللي هو كان من 9 ل 11 نصفته في نقطة 12، صح كده، حطيت النقطة بس وسميتها 12. نشوف كده مع بعض أهو، تمام، وسميتها 12. طيب الخطوة اللي بعديها بيقول لي من نقطة 12 اللي احنا لسه حطيناها حالا في منتصف خط الكتف ننزل خط عمودي لأسفل طوله 5 سنتي، هنزل خط عمودي لأسفل طوله 5 سنتي، الخط ده هنعمله منقط، تمام. طب الخمسة سنتي بمقياس الرسم بقت عندي 1.25 سنتي. تعالوا كده نشوف مع بعض في الرسمة، بصوا كده بتبقى ظبطت المسطرة بتاعتي ازاي، ادي نقطة 12، محدش بقى يعملها لي كده، لا
عشان معلش في بيبقى في غلط عندنا كده، لا احنا هننزل خط عمودي منقط كده زي ما اتفقنا، هيبقى طوله بمقياس الرسم 1.25، تمام زي ما انتوا شايفين معايا كده اهو الخط اللي احنا نزلناه. طيب الخطوة اللي بعديها بيقول لي النقطة اللي احنا سميناها دي، بيقول لي نقطة 13 هتتحرك جهة اليسار. جهة اليسار من فين؟ الخط اللي احنا نزلناه، الخط المنقط اللي هو كان من نقطة 12 اللي كان طوله 5 سنتي، بيقول لي هنتحرك من نهايته جهة اليسار 1 سنتي، اللي هي تبقى بمقياس الرسم ربع ملي، ربع سنتي، اللي هي نخليها مثلا 3 مللي تبقى سهلة علينا في قياسها، جهة اليسار، وهسميها نقطة 13. بصوا كده معايا، ادي اهو نزلت على اليمين، صورة معايا اللي على اليمين. احنا لما نزلنا الخط المنقط من نهايته مشيت شمال او اتحركت شمال 1 سنتي، اللي هم 3 مللي بمقياس الرسم بتاعي، وسميتها نقطة 13. طيب نقطة 13 دي هوصلها فين؟ شايفين معايا المثلث ده؟ هي دي البنسة بتاعتي. فاكرين لما قلنا طول الكتف كان اللي هو من 9 ل 11 كان طول الكتف زائد 1 سنتي، واتفقنا ان 1 سنتي ده هو مقدار البنسة اللي احنا هنستخدمها. نقطة 13 دي نقطة ارتكاز البنسة. طيب والواحد سنتي على يمين وشمال نقطة 12، هنحط نص سنتي يمين ونص سنتي شمال. طبعا بمقياس الرسم هيبقى عندنا ملي وشوية او 2 ملي يمين و2 ملي شمال، وهوصلهم ببعض يعملوا لي شكل 7 كده زي ما هنشوف مع بعض في الرسمة، وهي دي هتكون بنسة كتف الخلف معايا. بصوا كده اهي في الرسمة، ادي عندي نقطة 12 يمينها النص سنتي بمقياس الرسم هيبقى 1 او 2 ملي، وشمالها نفس المقدار، والاتنين بصوا كده واصلين معايا بنقطة 13 اللي هي النقطة اللي اتحركناها 1 سنتي ناحية الشمال. تعالوا بقى نرسم الخطوتين دول كده مع بعض اهو. من نهاية الخط المنقط بتاع خط 12 اتحركت شمال، ادي 1 سنتي اللي هما 3 ملي بتوعي، وسميتها رقم 13، تمام. وقلنا يمين وشمال نقطة 12 اهو، يمينها وشمالها، وهوصلهم الاتنين مع بعض بنقطة 12 يعملوا لي 7 صغيرة كده اهي بالمنظر ده. كده بقيت انا عملت البنسة الخاصة بكتف الخلف، تمام كده. طيب نشوف الخطوة اللي بعديها، بيقول لي من نقطة 2 ل 14. طب القانون بتاعها ايه؟ نص عرض الظهر زائد نص سنتي، نص عرض الظهر زائد نص سنتي. طيب انا ليه بقول نص عرض الظهر؟ احنا زي ما اتفقنا في بداية رسمنا للكورساج، احنا قلنا ان الجسم بوجه عام يمينه زي شماله، فاحنا هنرسم نص امام ونص خلف. طيب انا دلوقتي شغال في الجزئية الخاصة بتاعت رسم الجزء الخلفي من الجسم، طيب انا هحتاج العرض بتاع الخلف كله؟ طبعا لا، احنا متفقين ان احنا هناخد نص الخلف بس، ففي الحالة دي انا محتاج نص عرض الخلف، تمام. نشوف كده مع بعض، القانون بيقول لي نص عرض الظهر زائد نص سنتي. طيب عرض الظهر في القياسات كان عندي كام؟ 37.8 على الاتنين عشان اجيب نصه، الناتج اللي يطلع هزود عليه النص سنتي الخاص بالراحة، بقى 19.4. طيب بمقياس الرسم ب4.9. نشوف كده مع بعض، شايفين من نقطة 2 هتحرك يمين لحد نقطة 14 اللي هو كان نص عرض الظهر زائد النص سنتي للراحة. تعالوا كده نرسمها مع بعض، 4.9 وهسميها رقم 14، تمام. وزي ما انتوا شايفين معايا هطلع منها خط عمودي لأعلى، واكون بس ظابط المسطرة بتاعتي بحيث ان هي ما يطلعش معايا خط مايل. لو انا مش هعرف استخدم المسطرة المربعات اللي في ايديا دي، هقيس نفس المقدار اللي انا قيسته تحت هقيسه فوق عشان يطلع معايا الخط مظبوط، ما يجيش معايا الرسمة بتاعتي في الامتحان مايلة او حاجة، تمام. نقطة 14 كانت تحت، نقطة تلاقي خط 14 مع 10 النقطة التقاطع دي بسميها 15، تمام كده. النقطة اللي فوق دي بسميها 15. طيب نشوف الخطوة اللي بعديها،
بيقول لي نقطة 16، نقطة 16 بتنصف المسافة من 14 ل 15 اللي هو الخط العمودي اللي احنا لسه طالعينه. طيب الخط ده انا لسه ما قيستوش، لما هقيسه بالمقاس الطبيعي هيطلع عندي 19.2. انا بقول ان نقطة 16 دي بتنصفه، يعني هتقسمه بالنص، يعني 19.2 على الاتنين هيطلع لي 9.6. 9.6 احولها المقياس الرسمي بتاعي لما اقسم على 4 بقت 2.4. بصوا كده معايا في الرسمة بتاعتي، ادي اهي نقطة 16 هحطها في منتصف المسافة من 14 ل 15. تعالوا كده نحطها مع بعض. تمام، وهسميها 16. تمام كده. طب النقطة دي هتفيدني في ايه؟ هتفيدني بعد كده لما اجي ارسم حردة الابط الخاصة بالجزء الخلفي من الكورساج، فهي النقطة دي بتبقى نقطة استرشادية بالنسبة لي، بتساعدني في رسم الدوران او حردة الابط بطريقة مظبوطة. طيب نشوف الخطوة اللي بعديها، بيقول لي نقطة 17. تمام، بتنصف المسافة من 2 ل 14. طيب 2 ل 14 دي احنا كنا لسه عاملينها اللي هي الجزئية اللي بالعرض كانت 19.4، بتنصفها يعني هقسمها على 2 طلعت لي 9.7 بمقياس الرسم بتاعي بقت 2.4. بصوا كده معايا في الرسمة اللي هو المقصود بيها الجزئية دي اللي احنا كنا قايسينها كانت نص عرض الظهر زائد نص سنتي، هي الجزئية دي هنصفها في النقطة 17 وهنزل منها خط عمودي لأسفل منقط هيتقاطع معايا في نقطة في خط 5 في نقطة 18 وخط 7 في نقطة 19. تعالوا كده نشوف مع بعض في الرسمة بتاعتنا، اهو من 2 ل 14 اهو هنصفها وهسميها زي ما اتفقنا 17. تمام، وهنزل منها خط عمودي منقط لأسفل، هظبط بس المسطرة بتاعتي بحيث ان هي تكون مظبوطه معايا، الخط ينزل عمودي، مش احنا متفقين ان الاطوال بتاعتنا لازم تكون عموديه على الارض. تمام، اتقاطع معايا عند خط 5 في نقطه 18 وعند خط 7 في نقطه 19. تمام كده، ده كده بالنسبه لي الجزء الخلف من الكورساج خلص. كده انا عملنا الجزء الخاص بعرض الظهر، عملنا الجزء الخاص بحردة الرقبة الخلفية، عملنا الجزء الخاص بالكتف، وقدرنا نوصل للنقطة اللي هتكون نقطة استرشادية بالنسبة لي لرسم حردة الإبط الخلفية. نشوف بقى بعد كده مع بعض خطوات كورساج الأمام، اللي هي رسم خطوات كورساج الأمام. هنبدأ مع بعض كده من أول نقطة من 4 ل 20، بيقول لي دي خمس محيط الرقبة ناقص 7. خمس محيط الرقبة، محيط الرقبة عندي في القياسات كان كام؟ كان 40.4. خمسه يبقى هقسم على الخمسة، الناتج اللي يطلع من الجزء الأولاني من القانون هطرح منه مقدار 7، هيديني 7.4 سنتي. 7.4 سنتي. طيب بمقياس الرسم زي ما احنا متفقين هيطلع عندي 1.8. طيب نشوف كده في الرسمة بتاعتنا، ادي نقطة 4. تمام، وادي نقطة 20، يعني من 4 هتجه جهة اليسار همشي شمال، خلاص المقدار بتاعنا اللي احنا قلنا عليه 5 محيط الرقبة ناقص 7. نرسمهم كده مع بعض اهي بالظبط كده، واحط النقطة بتاعتي. تمام، وهسميها نقطة 20. تمام كده. طيب هاجي معايا بعد كده الخطوة، هاجي بعد كده الخطوة اللي بعديها من نقطة 4 ل 21، من نقطة 4 ل 21 برضو نركز في القانون ده عشان هو متشابه شوية مع اللي قبل منه، هو 5 محيط الرقبة بس المرة دي ناقص 2. تمام، يبقى المرة اللي فاتت اللي هي من 4 ل 20 كان 5 محيط الرقبة ناقص 7. لا، هنا الجزئية اللي هنزلها لتحت خاصة بالرقبة هي 5 محيط الرقبة ناقص 2.
طيب نجيب نعوض بالأرقام بتاعتنا في القانون، أدي 40.4، خمسة هيبقى اقسمها على الخمسة، الناتج اللي يطلع هنطرح منه 2 من 10 هيديني 7.9. 7.9 بمقياس الرسم هيبقى 2 سنتي. نشوف مع بعض كده في الرسمة، ادي من 4 لـ21 هنزل لتحت المقدار بتاعنا اللي هو كان 5 محيط الرقبة ناقص 2 من 10، وبعد كده على جهة اليسار زي ما انتم شايفين هبدأ اعمل الدوران الخاص بحردة الرقبة الامامية. نشوف مع بعض كده في الرسم بتاعتنا نرسمها ازاي. ادي اهو من 4 هنزل لتحت مقياس الرقبة بتاعتي، تمام اهو، وهسميها 21 علشان اظبط الرسمه بتاعتي او الدوران بتاعي. لو انا مش معايا فرنش كيرف او مش معايا المنقله او ايا كان تساعدني في رسم الدوران، بنزل من النقطه خط صغير كده خفيف، وهاجي برضو من نقطه 21 اتحرك جهه اليسار كده دوران خط مستقيم كده خفيف، وابتدي انا ادور اعمل الدوران. طب انا ده هيفيدني في ايه؟ بقول دايما لما بنيجي نرسم البطرون لازم يكون بدايات الدورانات او المنحنيات بتاعتي، خصوصا لو ليها نص هيقابلها جهة اليمين، لما نيجي نحطه على القماش او نعمل عملية تعشيق لاجزاء البطرون، محتاجة ان تكون حردة الرقبة بتاعتي كاملة بدوران. لكن لو نزلتها لتحت فانا لازم تكون بدايتي خط مستقيم، لكن لو نزلتها لتحت هتديني سنة 7 كده او حرف الفي من قدام. طيب لو طلعت الخط بتاعي لفوق هتديني شكل الفستون، فانا عايزة دايما بداية الحردة لما يبقى عند خط النص بدايتها تكون خط مستقيم، بحيث ان هي يمينها زي شمالها تجي لبدايتها جزئية مفرودة بالمنظر ده. تمام كده زي ما شفنا عملنا الدوران الخفيف اللي هو الخاص بحردة الرقبة الامامية. طيب الخطوة اللي بعديها من نقطة 3 لنقطة 22 بيقول لي ده نص عرض الصدر. خدوا بالكم كده معايا، هو القانون ده مقسوم معايا لجزئين، نص عرض الصدر دي جزئية زائد نص حجم بنسة الصدر دي الجزئية التانية. يبقى معنى كده لازم اخلص او اعوض الارقام في القانون بتاعي في الجزء الاولاني، وفي الجزء التاني منفصل اطلع الناتج بتاع ده والناتج بتاع الجزء التاني، وبعد كده اجمعهم مع بعض. يعني اجيب نص عرض الصدر لوحده ونص حجم بنسة الصدر لوحده، وبعد كده اجمع الناتجين مع بعض. بصوا كده، طيب عرض الصدر كان عندي في القياسات كام؟ كان 36.5، عايزة نصه يبقى هقسمه على 2، خلاص دي كده جزئية. الجزئية التانية نص حجم بنسة الصدر، بنسة الصدر كانت عندي في القياسات كام؟ 8.8، نصها يبقى هقسمها على 2. لما اطلع ناتج الاولاني وناتج التاني اجمعهم مع بعض هيديني 22.7. طيب بمقياس الرسم بتاعي هيطلع 5.7، 5.7. يبقى القانون بتاعي ده كان مقسوم عندي لجزئيتين، من نقطة 3 ل 22 كان نص عرض الصدر زائد نص حجم بنسة الصدر. خلاص نشوف كده الرسمة بتاعتنا اهي، من نقطة 3 همشي جهة اليسار، هتحرك جهة اليسار لحد نقطة 22. تمام نشوف مع بعض في رسمتنا نرسمها ازاي. ادي المقياس اللي احنا طلعناه اهو، احط النقطة بتاعتي، تمام اهو، وهسميها 22. تمام طيب نيجي نشوف الخطوة اللي بعديها، نقطة 23. 23 بتنصف المسافة، تمام نقطة 23 بتنصف المسافة من 3 لـ22. احنا لسه قايسين دلوقتي من 3 لـ22 اللي هي كانت طلعت عندي 22.7. طيب بيقول لي نقطة 23 دي بتنصفها، يبقى هقسمها على 2 هتطلع لي 11.4، 11.4 بمقياس الرسم بتاعي يبقى 2.8. تمام نشوف مع بعض كده، ادي نقطة 23، بصوا كده معايا اهي 23، هي نصفت لي المسافة من 3 لـ22 على الشمال، ونزلت منها خط عمودي منقط زي ما انتم شايفين كده، قاطع معايا في امتداد خط 6 عند نقطة 24، وتقاطع معايا على امتداد خط 8 في نقطة 25. تعالوا كده نرسمها مع بعض. ادي كده بالظبط انصفها، تمام
وهنزل منها خط عمودي منقط لأسفل، برضو بظبط المسطرة بتاعتي. لو انا مش هعرف اظبط اقيس من فوق واقيس من تحت، بحيث ان الرسمة بتاعتي ما تجيش في الامتحان مايلة، او المستطيل اللي انا شغالة فيه ما يكونش عروضه متساوية، ففي الحالة دي تبقى الرسمة بتاعتي بنقص عليها درجات، فانا مش محتاجة الجزئية دي تكون عندي تنقصني على الفاضي. سمينا النقطة دي نقطة 23. تمام. الخطوة اللي بعديها قلنا هنا كانت 24 وهنا كانت 25. تمام. نشوف الخطوة اللي بعديها، بيقول لي من 23 ل 26 2.5 سنتي لأسفل. الخطوة اللي بعديها بيقول لي من نقطة 23 اللي احنا لسه كنا منصفينها، حاطينها عشان تنصف لي المسافة، بيقول لي على الخط المنقط اللي انت لسه رسماه ده هننزل لأسفل 2.5 سنتي. 2.5 سنتي، طب بمقياس الرسم بتاعي ايه؟ 6 من 10. 6 من 10. شوفوا كده معايا في الرسمة اهو، زي ما انتوا شايفين نقطة 23 نزلنا منها لأسفل 2.5 سنتي. تمام. بقت نقطة 26، هنيجي نرسمها معانا كده في الرسمة. هحط النقطة اهي وهسميها 26. تمام كده، زي ما انتوا شايفين معايا نزلنا من 23 لأسفل، من 23 لأسفل اهو، سميناها 26. طيب الخطوة اللي بعديها بيقول لي ايه؟ القانون بتاعي بيقول لي من نقطة 20، لو تفتكروا نقطة 20 دي اللي احنا كنا حاطينها عند الرقبة فوق، هنا حطينا عند الرقبة فوق، بيقول لي من نقطة 20 همشي جهة اليسار شمال عند نقطة 27. القانون بتاعي بيقول لي ايه عشان احط نقطة 27؟ بيقول لي حجم بنسة الصدر، حجم بنسة الصدر. طيب حجم بنسة الصدر كانت عندي في القياسات كام؟ كانت 8.8. طيب بمقياس الرسم بتاعي لما هقسمها على 4 هتبقى 4.4. معلش يا جماعة، احنا لما هنقسمها هتبقى 2.2. تمام. اهي هتحرك جهة اليسار عند نقطة 27، وهوصل نقطة 20 ونقطة 27 زي ما انتوا شايفين كده معايا بشكل 7 كبيرة، اللي هي البنسة الخاصة ببنسة صدر الامام، هوصلهم بنقطة 26. تمام. اهو هنراجع مع بعض، اهو نرسمها مع بعض زي ما اتفقنا. بقى احنا هتبقى بمقياس الرسم حجم بنسة الصدر هي كانت 8.8 في المقاس الطبيعي، بمقياس الرسم هتبقى 2.2. تمام. وهحط نقطة 27 اهي معايا، وهوصل 20 و27 الاتنين بنقطة 26 تحت، هيعملوا لي شكل السبعة اللي هي الخاصة ببنسة صدر الامام اهي وهي بالمنظر ده. تمام كده، يبقى عملت لي السبعة بتاعت بنسة الصدر الخاصة بالجزء الأمامي للكورساج. يبقى تاني احنا مشينا من نقطة 20 ل 27، ده حجم بنسة الصدر اللي هي كانت موجودة عندي في القياسات اللي احنا اخدناها، كانت 8.8. بمقياس الرسم لما هنقسمها على 4 هتبقى 2.2، زي ما احنا مشيناها مع بعض كده 2.2. ووصلت نقطة 20 و27 الاتنين الموجودين عندي فوق بنقطة 26 اللي هي على الخط المنقط اللي احنا كنا نزلناه عمودي لأسفل، وعملت لي السبعة الخاصة ببنسة السطر. نشوف مع بعض كده. كده انا بالنسبة لي خلصت الجزئية الخاصة بالامام، لا لسه، انا لسه عندي جزئية تانية خاصة اللي هي خاصة بالكتف، كتف الامام. طيب كتف الامام ده هتيجي منين النقطة دي؟ بنقول عندي من نقطة 11 هنزل لأسفل 1 سنتي اللي هما 3 ملي بمقياس الرسم. تمام. وهشد منها خط بالعرض. يبقى علشان ارسم كتف الامام، علشان ارسم كتف الامام هعمل ايه؟ بنقول من نقطة 11 اللي هي كانت نهاية كتف الامام، نهاية كتف الخلف، هنزل منها لأسفل نقطة مقدارها 1 سنتي بمقياس الرسم بتاعي اللي هو بربع مقاس، هتبقى 3 ملي، وهمشي منها بالعرض خط
جهة اليمين خط منقط زي ما احنا شايفين كده مع بعض. طيب هاجي اعمل بقى كتف الامام. كتف الامام القانون بتاعها بيقول لي هتبقى بالميل ده، هي مقدار القانون طول الكتف فقط. لو تفتكروا كان طول الكتف بتاع الخلف طول الكتف زائد 1 سنتي، واتفقنا ان 1 سنتي ده خاص ببنسة الكتف. طيب انا في الامام مش هعمل بنسة، انا خلاص مكتفي في جزئية الامام ببنسة الصدر خلاص. فانا بالنسبة لي كتف الخلف كتف الامام هيبقى القانون بتاعي طول الكتف فقط. طيب طول الكتف كان عندي في القياسات كام؟ كان 13 وملي. طيب 13 وملي بمقياس الرسم بقى بتاعنا هرسمه بالمنظر ده، هحط النقطة بتاعتي هنا وهميل على امتداد الخط اللي احنا لسه راسمينه لحد ما يجي معايا بمقياس الرسم بتاعي اهو، وكده ابقى انا رسمت كتف الامام الخاص بيا. تمام، دي كانت بالنسبة لي نقطة 28، ودي كانت 29، ودي 30. تمام، نهاية الكتف بتاعي يبقى من 27 ل 30، ده كان طول كتف الامام بتاعي، والقانون كان هو طول الكتف فقط، ورسمناه بالاتجاه المايل بحيث ان انا ثبت الصفر بتاعي على نقطة 27، وحركت المسطرة بتاعتي بحيث ان هي تلامس الخط المنقط بتاعي على طول الكتف. تمام، وسميتها نقطة 30. تمام كده. طيب نيجي بقى عشان نرسم الحردة الخاصة بالقبط. ايه الخطوات اللي احنا رسمناها؟ هاجي بعد كده هقول من نقطة 22 لواحد وتلاتين، من نقطة 22 لواحد وتلاتين. طيب النقطة القانون ده بيقول لي ايه؟ تلت المسافة، تلت المسافة من 3 لـ21. طيب من 3 لـ21 دي فين؟ تعالوا كده بصوا معايا في الرسمة، ادي 3 وادي 21. 3 اللي هي هنا عند ارتكاز حردة القبط، و21 اللي هي كانت نهاية الرقبة الأمامية. المسافة دي بيقولي عايزين نقسمها كام؟ ونقسمها على 3. طيب احنا لما قسناها كانت 16.6، 16.6. أنا عايزة تلتها، يبقى هقسمها على 3 هتطلع لي 5.5، 5.5. طب بمقياس الرسم بتاعي 1.4، يبقى معنى كده إن المسافة اللي أنا هطلعها من 22 لـ31 فوق كانت كام؟ زي ما احنا لسه قايلينها دلوقتي أهي، 1.4. نبص كده مع بعض في الرسمة أهو، هطلع من نقطة 22 لأعلى 1.4. وسميتها نقطة 31. تمام كده. طيب نشوف مع بعض الخطوة اللي بعديها. بيقول لي نقطة 32، نقطة 32 دي بتنصف المسافة من 14 لـ22. طيب ايه فين هي من 14 لـ22؟ بصوا كده، ادي 14 وادي 22 اللي هي الجزء اللي باقي من عرض الباترون. احنا في الشمال كنا عملنا الخلف وفي اليمين عملنا الامام خلاص، جت عندي منطقة في النص، المنطقة دي هي اللي دي اللي فاضية، فبيقول لي هي دي المسافة اللي من 14 لـ22 هي دي اللي احنا هننصفها، هننصفها في نقطة 32، وهننزل زي ما انتم شايفين معايا كده خط عمودي منقط لأسفل هيتقاطع معايا مع أول خط في 33 والخط الأخير في 34. بصوا كده نرجع تاني. طيب من 14 لـ22 دي لما قسناها كانت عندي 13.9، أنا بقول تنصفها نقطة 32 دي بتنصفها، يبقى هقسمها على الاتنين هتطلع عندي 7 سنتي، 7 سنتي بمقياس الرسم هيبقى 1.4، واحد وسبعة من عشرة. طيب نشوف كده مع بعض في رسمتنا، نرسمها كده مع بعض. بصوا كده ادي هي دي الجزئية، هنا في الشمال كان الخلف وهنا في اليمين كان الامام، المسافة اللي في النص بين الاتنين دول هي دي اللي انا هنصفها، ادي هي دي اهو وهنصفها وسميتها زي ما انتوا شايفين 32،
ونزلت منها خط عمودي لأسفل منقط تمام، هيتقاطع معايا على امتداد خط 5 و6 في نقطة 33 وامتداد خط 7 و8 في نقطة 34. هي دي النقط بتاعت التقاطع بتاعي. كده الخطوط الأساسية بالنسبة لي خلصت. طيب فين حردة الإبط بقى اللي انت بتقولي عليها؟ بصوا كده معايا في الرسمة، ادي هنا هوصل نقطة 11 اللي هي كانت نهاية كتف الخلف بدوران كده خفيف لحد نقطة 16 اللي احنا كنا نصفنا بيها المسافة، دوران تاني يجي معايا عند نقطة 32 اللي احنا لسه منصفين بيها المسافة حالا، يطلع معايا الدوران لنقطة 31 تمام، يوصل معايا لنهاية كتف الأمام اللي هي 30. يبقى أنا كده عملت حردة إبط الخلف والأمام كاملة مع بعض. خلاص كده. طيب نشوف كده مع بعض، بس أنا لازم أخد بالي لو تبتدوا كده، لو تاخدوا بالكم حردة الإبط معايا هي مرتكزة على الخط، يعني هتلاقوها في خط كده مستقيم زي ما احنا متفقين وقلنا في حردة الرقبة كنا بنبقى عايزين جزء في النص اللي هو في الخط الفاصل هيبقى خط مستقيمة، هي زي ما انتوا شايفين كأنها قاعدة على الخط مرتكزة على الخط في الجزء ده تمام. فاحنا لما نيجي نعمل الحردة ناخد بالنا من الجزئية دي كويس. بصوا كده معايا هنوصل في الرسمة بتاعتي من نقطة 11 اهي دوران كده خفيف لنقطة 16، يجي معايا دوران برضو خفيف بس اخد بالي عند نقطة 32 يكون مرتكز شوية على الخط المستقيم اهو تمام، هروح موصلها بعد كده برضو ابقى متأكد ما تجيش مقطومة، انا باخدها كدوران كده تمام اهو، وصلت معايا لنقطة 31 وهتوصل معايا لنقطة 30 بالمنظر ده تمام. يبقى انا كده بالنسبة لي رسمت دوران حردة الإبط الخلفية والأمامية تمام. كده أنا الكورساج بتاعي بالطريقة دي خلص. طب ينفع أنا يعني أسلمه بس كده؟ لا طبعا، لازم في احنا يعني عارفين كويس قوي ان في عندي لازم ألون الأمام باللون الأحمر وألون الخلف باللون الأزرق مع كتابة البيانات مع اتجاه النسيج، كل الكلام ده لازم يكون موجود. واتفقنا من الأول من الحلقة اللي فاتت ان طلب من حضرتك كتابة الخطوات او ما طلبش يفضل ان حضرتك تكتبها وتعوض بالأرقام. انت كده كده بتحسب علشان تشوف القياسات اللي هو مديها لك القوانين بتاعتها هتكون ايه والنواتج ايه، فبدل ما احسبها في دماغي او في ورقة خارجية في ظهر كده في ظهر الورقة بتاعتي، انتوا بتاخدوا ورقة كبيرة جدا معاكم، في ظهر الورقة نعمل الحسبة بتاعتنا او القوانين بتاعتنا كده نكتبها سريعا، على الاقل لو نسيت حاجة الهم هرجع لها هلاقي الرقم موجود هاخد الخطوة بتاعتي على طول تمام. يبقى طلب من حضرتك كتابة الخطوات او ما طلبهاش يفضل ان احنا نكتبها تمام. نشوف كده مع بعض هنلون الجزئية دي ازاي. هنبدأ مع بعض كده بجزئية الخلف. هلون بقى الجزء اللي المفروض انا بقص عليه زي ما احنا عارفين، ادي خط نص الخلف، بصوا كده معايا خط نص الخلف لحد منطقة الرقبة فقط تمام، لحد منطقة الرقبة فقط. طبعا حضراتكم لما بتيجوا بتلونوا ما بتبقاش الالوان بالطريقة دي، انتوا كل خطوطكم بتكون خفيفة تمام وبتكون مش ظاهرة، لكن احنا معلش بس عشان الصورة تبان قدامكم اهو، وخط الكتف موجود معايا متلون هنا اهو بس لحد البنسة وبقف تمام، وبلون معايا البنسة نفسها ما بلونهاش مش هتفرق خلاص. هنا بالنسبة لي هو خط الكتف بس هو اهم حاجة تمام. هاجي معايا حردة الإبط نفسها، الإبط الخلفية اهي تمام خلاص، والخط الفاصل بين الامام والخلف طبعا زي ما احنا عارفين من سنة اولى جزء منه بيبقى باللون الاحمر وجزء منه بيكون باللون الازرق لان هو مشترك بين الامام والخلف خلاص. هاجي في جزئية الامام هخليني على نفس الخط وهقول ان الخط ده برضو هو المشترك بين الامام والخلف اهو تمام.
ادي جزئية حردة الإبط الأمامية، اهي لحد هنا. برضو عندي طول الكتف، تمام، حردة الرقبة، تمام، خط نص الأمام، تمام، وآدي خط نهاية الكورساج بتاعي. الجزء اللي على اليمين لحد الخط الفاصل بين الأمام والخلف ده خاص بالأمام باللون الأحمر، وزي ما أنا حاطط المسطرة زي ما أنا، الجزء الخلفي من الخط الفاصل لحد خط نص الأمام ده باللون الأزرق. تمام، يبقى انا كده الجزء الخاص بالامام متلون باللون الاحمر، والجزء الخاص باللون الخلف متلون معايا بالازرق. طيب فين البيانات بقى بتاعتي؟ بصوا كده البيانات، ده بوجه العام الخط ده بسميه خط الصدر، او ليه مسمى تاني ارتكاز حردة الابط. يعني ايه ارتكاز حردة الابط؟ يعني اللي بتقعد عليه، اللي بيسندها. خلاص كده، هو ده الخط زي ما انتم شايفين اللي قاعدة عليه حردة الابط، اللي مرتكزة عليه حردة الابط، يبقى انا بسميه خط الصدر او بسميه ارتكاز حردة الابط. طيب الخط اللي هو امتداد خط 5 ده بسميه خط الخصر او الوسط، صح كده؟ تمام. طيب امال الخط اللي هو كان 7 و8؟ كان خط الارداف، او ممكن نسميه نهاية الكورساج. تمام كده، دي اللي هي الحاجات الاساسية. طيب تعالوا بقى نشوف البيانات الاساسية الخاصة بالكورساج بتاع الجزء الخلفي. الخط اللي بالطول ده خط نصف الخلف. وبعد كده في الموديلات بتاعتنا، لو الموديلات مفتوحة من الخلف، فيها سوستة، فيها زرار او فيها حاجة، بيكون خط نصف الخلف في الحالة دي مفتوح. اما لو كان بدون خياطة، مفيهوش اي نوع من انواع الخياطات ورا في الخلف خالص، فبيبقى خط نصف الخلف مسني، يعني بيتحط على قماش متني. تمام، وادي هنا برضو حردة رقبة الخلف. هنا بالنسبة لي ده كتف الخلف، تمام، هنا حردة إبط الخلف، صح كده؟ تمام. بالنسبة لجزء الأمام، زي ما هنا في خط نصف الخلف اللي بالطول، هنا قدامه خط نصف الأمام، صح كده؟ وبرضو على حسب الموديل اللي هيبقى معانا، سواء كان في مرد من قدام البلوزة او الفستان، فبيبقى في الحالة دي خط نصف الامام مفتوح، او لو كان مقفول من قدام، يعني مفهوش اي نوع من انواع الخياطات، بيبقى خط نصف الامام مسني او على قماش متني. هنا رقبة الامام، هنا كتف الامام، اهو هنا حردة إبط الأمام، مظبوط كده. طيب والخط اللي في النص ده احنا ما كتبناهوش، الخط اللي في النص ده احنا لسه ما عرفناهوش. سامعاكم كلكم بتقولوا ده احنا واخدينه من سنة أولى في كذا بطرون، سواء كان في الجيبات او في فساتين الاطفال او الكلام ده كله، كنا بنقول عليه الخط الفاصل بين الامام والخلف. اهو ادي الخط الفاصل بين الامام والخلف، تمام كده. زي ما انتوا شايفين معانا، برضو لو تاخدوا بالكم، احنا البيانات بتاعتنا كلها عملناها جوه او كتبناها جوه الرسمة بتاعتنا، يعني مفيش ابدا بيانات بتتكتب بره.
خلاص كده زي ما اتفقنا مفيش بيانات بكتبها بره حدود الكورساج بتاعي او بره حدود الباترون بتاعي. في حاجه تانية انا سامعاكم بتقولوا احنا نسيناها فعلا، هي اتجاه النسيج، صح كده؟ ادي اهو بظبط اتجاه النسيج بتاعي بخط موازي لخط نصف الامام اهو، ادي كده واكتب عليه اتجاه النسيج، والناحية التانية برضو في الخلف ادي اهو لازم يكون موازي لخط مستقيم معايا اهو، وبكتب عليه اتجاه النسيج، وبوجه عام هنا ده بقى الخلف اهو الباك بتاعي. كل البيانات دي انا بقى جمعت الدرجات بتاعتي، وهنا هيكون الامام اللي هو الخاص بالفرونت كده، بقى انا جمعت البيانات بتاعتي كلها، خدت درجة البيانات، خدت درجة التلوين، خدت درجة الرسم، وبكده اكون انا خلصت معاكم رسم الكورساج الحريمي الخاص بالنساء، الجزء العلوي الخاص بجسم المرأة، وعرفنا الامام وعرفنا الخلف بتاعنا، وبكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة، واشوفكم على خير ان شاء الله في الحلقة القادمة، والى اللقاء.